بمناسبة الكلام ده كله هقول لك ليه ما تصدقش، ليه الكلام اللي فات ده كله غريب، ليه الكلام اللي كله لازم تقول الوزير يهدى شوية قبل ما يطلق هذه التصريحات الوردية، لا يلزم نفسه بأكتر، ده رئيس الجمهورية نفسه لما بيطلع يتكلم يقول لا الظروف صعبة ومش هنقدر نعمل كذا، فأنت مدي تصريحات على البحر كده. النهارده بمناسبة الكلام هنقول بس لمعالي الوزير كلمة حلوة قوي. النهارده موقع التحرير نشر خبر عن قيام مدرسة مدرسة بتدرس مادة اسمها المواطنة وحقوق الإنسان في مدرسة اسمها الزهيرة الثانوية بنات في مركز السنبلاويين التابع لمحافظة الأهلية. هذه المدرسة اللي بتدرس مادة حقوق الإنسان، الأهالي باعتين صور لأولادهم وهم جوه الحصة قاعدين على الحصيرة زي ما حضراتكم شايفين، على حصيرة داخل ملعب المدرسة، لأنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من صيانة الفصول. واخد بالك؟ وتقول لي بقى غياب إلكتروني. واخد لي بالك بقى اسم المادة إيه أصلاً؟ اللي بيدرسوها حقوق الإنسان. الطلاب بيدرسوها فين بقى أصلاً؟ على الأرض، على الحصيرة. ده أكبر امتهان واضح يا فندم ليه حقوق الإنسان. تعالوا بقى للناس الكمل اللي بيقولوا عندهم دين والدين بتاعهم أستك منه فيه ده يتشد ويترخي حسب المصلحة. الجماعة إخواننا في حزب النور، الدعوة السلفية طلعت النهاردة فتوى لطيفة قوي لقواعدها، بتقول للناس بتوعها اللي زعلانين، في عند حزب النور ناس زعلانين انه هيرشح على قائمه اقباط ويقول لك مش هننتخب ومش هندخل. فالجماعه بتوع حزب النور اللي هم كانوا اصلا مطلعين فتوى قبل كده وبتوع الدعوه السلفيه بيرفضوا تهنئه الاقباط في اعيادهم، مطلعين فتوى دلوقتي يقول لك لا لا لا، الضروره والوضع بتاع الحزب ومصلحتنا بتقول ان احنا نقبل يا جماعه نحط شويه اقباط، بعد كده محدش عارف اللي هيحصل ايه. دول هيشاركوا في تشريعات الانتخابات، يعني هو عاوز كل اللي عاوزه بس مصلحته. النهارده وزاره الماليه عملت حاجه حقيقه لازم نرفع لها قبعه، حاجه من الحاجات الايجابيه الحلوه، ردت على الاسئله اللي بتدور في ذهن كل مواطن عن الضرائب اللي بيدفعها، هتدفع كام وهتروح فين وهتعمل ايه، والحقيقه ان عملت ده باسلوب مبسط جدا. الوزاره عملت بيان نشره موقع مصراوي ان الدوله دلوقتي بتقوم باعداد باعاده انفاق اموالك على الانشطه والمشروعات والخدمات في مجالات متعدده، وقالت انه مثلا ان الضرائب تستخدم في الانفاق على مخصصات الاجور اللي بلغت خلال السنه دي 218 مليار جنيه عشان تمول اجور 6 مليون موظف، وان الانفاق على شراء السلع والخدمات بلغ بموازنه 41.4 مليار جنيه، وتفصيلات بقى عن الادويه وعن المستشفيات. ده الحقيقه يعني اسلوب حميد او سنه حميده لابد ان نشجعها. اخر خبر اختم بيه وبعدين نروح لزميلنا احمد محجوب. النهارده وقع طريف النشرات اليوم السابع في واحد مدير شركه لتجاره مواد البناء والمواد الكهربائيه، رجع من الحج، اول ما رجع من المطار سلم نفسه لمباحث الاموال العامه واعترف ان هو نصب على المواطنين في محافظه الفيوم ودمياط واستولى منهم على 13 مليون جنيه. شفت الحج ممكن يعمل ايه؟ يا ريت ناس كتير تعمل كده. خلينا بقى نروح لفاصل ونرجع نستقبل زميلنا احمد محجوب ونشوف ايه اللي بيحصل في موضوع التدخل العسكري في سوريا، مين زعلان، مين غضبان، مين مؤيد، مين معارض، الدول شكل المنطقه بقى عامل ازاي، هل ان احنا قدام ملامح لحرب جديده قد تمتد لما هو اكبر من سوريا؟ ده اللي هنعرفه من زميلنا احمد محجوب، ولكن بعد الفاصل.